ठीक है आओ मेरे पास مع فداءات السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى أقوال الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم والبداية بيومية أخبار اليوم التي عنونت حركيون مستاؤون من خفة مبديع ويطالبون العنصر بتأديبه بحيث ما زالت الحركة الشعبية لم تطوي ملف الشوكولاتة القروش حتى تسبب محمد مبديع الحركي الذي خلف القروش في وزارة الوظيفة العمومية في حرج كبير لحزب محمد العنصر بسبب توريطه لنفسه في قضية روبي حيث أشارت مصادر مقربة من الحزب أن قياديين أزعجهم تورط الوزير محمد مبديع في قضية دولية شائكة وهو ما جر على الحزب مجموعة من المتاعب وتبعا لذلك طلب قياديون من الحركة العنصر من التدخل وتأديب الوزراء الذين يتسببون في أزمات للحزب وقالت مصادر لأخبار اليوم أن العنصر اتصل بمبديع الذي كان في زيارة رسمية للبحرين واحتج عليه بقوة وطالبه بتصريحات حول سر الخروج غير المفهومة يومية الأخبار كتبت تلاميذ غاضبون يحاصرون بن كيران ويصرخون في وجهه بغينا حقنا بحيث لم يستطع رئيس الحكومة احتواء غضب التلاميذ الذين حاصروه في أحد الشوارع بالرباط أول أمس الخميس حيث حاول جاهدا فتح دردشة مع التلاميذ الغاضبين على برنامج مسار دون جدوى فيما طالب التلاميذ الذين التفوا حوله بقوة بإلغاء نظام التنقيط الجديد مشددين على أن لديهم مطالب متعددة وهو الأمر الذي لم يقبله بن كيران رافضا الحديث مع التلاميذ عن شيء آخر غير مسار يومية المساء عنونت لحليمي لن أرضخ لأي تهديد والحكومة ليست البي جي دي بحيث بعث أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط رسائل واضحة للحكومة مفادها أنه مستقل عنها وأنه لن يرضخ لأي واحد ولو كلفه ذلك منصبه وقال لا يمكن أن يهددني أحد بمنصبي والذي سيفعل ذلك سأقترحه كي يأتي مكاني لأنني لن أسلخ جلدي من أجل منصب وهو رد ضمني على تصريحات محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي ذكر الحليمي بأنه تابع للحكومة بعد أن اتهمه بإلحاق أضرار بالمصالح الاقتصادية بالمغرب من خلال الإحصائيات التي يقدمها وفي ذات الجريدة 66% من المغاربة يعانون نقص التغطية الصحية حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 22 مليون مغربي أي نسبة 66% من سكان المغرب يعانون من نقص التغطية الصحية ونقص كبير في توفير الدواء فيما تتمركز نسبة كبيرة منهم في المناطق النائية من المملكة التي تزداد فيها الحالة سوءا لعدم توفر وسائل نقل المرضى أو لنقل المرضى على المدن الكبرى جريدة الصباح كتبت شبكة تزور أعمار الفتيات لتهجيرهن إلى الخليج السفارة السعودية تكشف التزوير وتحيل جوازات السفر على الداخلية والأخيرة تأمر الفرقة الوطنية بالتحقيق حيث يشرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط الخميس المقبل في الاستنطاق التفصيلي لشبكة نسائية ووسطاء في التهجير إلى بلدان الخليج بتهم تكوين عصابة إجرامية لتزوير وثائق تصدرها أو تصدرها الإدارات العامة والنصب والتهجير والمشاركة في ذلك حيث بلغ عدد المتهمين 7 من بينهم نسوة الأحداث المغربية كتبت دعوات جزائرية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب حيث تواصل الجزائر حملة التصعيد ضد المغرب سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال أذرعها وآخرها ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق سنطيني بأنه يتعين التفكير في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي فبرك حسب ادعائه هذه القضية من أجل ابتزاز الجزائر من جديد
كانت هذه أقوال الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم، قدمناها لكم من شوف تيفي في أمان الله.